تعرفوا معنا على ساعة جالكسي الجديدة. أصدرت سامسونج هذه السنة ساعة ذكية بمقاسين مختلفين، مقاس 42 ملم ومقاس 46 ملم. حجم شاشة 46 ملم هو 1.3 إنش من نوع سوبر أموليد وبدقة 360x360 بيكسل. أما حجم شاشة 42 ملم فهو 1.2 إنش وبنفس الدقة ونفس النوع من الشاشة السابقة. البطاريتين هم الاختلاف الوحيد في المواصفات بين الساعتين. بطارية ساعة 46 ملم حجمها 472 ملي أمبير، أما بطارية 42 ملم حجمها 270 ملي أمبير. وحسب كلام سامسونج فبطارية الساعة راح تدوم لعدة أيام. الساعة تدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والأغبرة. الساعة تقدم ميزة Always On Watch عشان تعرض الوقت بشكل دائم وما يحتاج تضغط زر عشان تشوفه. عندنا في الساعتين معالج Exynos 9110 ثنائي النواة، أما الرام فهو 768 ميجا بايت، والنسختين بذاكرة داخلية حجمها 4 جيجا بايت للتخزين. الساعة تعمل بنظام تايزن 4 ومتوافقة مع أندرويد 5 وطالع وآيفون 5 وطالع أو iOS 9 وطالع. الساعة تقدم المساعد الرياضي عشان تتابع أكثر من 39 نوع من أنواع الرياضة. أيضا تقدم الساعة قياس نبضات القلب ومتابعة النوم وتحسينه، مراجعة يومك وإنجازاتك وعرض ملخص كامل نهاية اليوم. وتقدم الساعة مجموعة من التطبيقات المتوافقة مثل أوبر وسبوتيفاي وغيرهم. بالإضافة لذلك تدعم الساعة الجي بي اس، وعندنا مقياس الضغط الجوي ومقياس الارتفاع ودعم تقنية NFC. الساعة متوفرة بثلاث ألوان رئيسية، الأسود والفضي والروز جولد، والسير متوفر بعدة ألوان. ساعة جالكسي واتش متوفرة الآن في مكتب الجرير عبر الرابط الموجود في الديسكريبشن. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.